السلام عليكم يا شباب. في الحقيقة أنا النهاردة جايب لكم مقالة مهمة جدا، الزمن بين الوهم والحقيقة. معظم الفيزيائيين بيقولوا أن الزمن وهم، بس لي سمولن عالم الفيزياء النظرية في معهد المحيط للفيزياء النظرية في كندا بيعرض المعتقد ده في كتابه اللي هو اسمه إعادة ولادة الزمن اللي اتنشر سنة 2013 وناقشه في إبريل سنة 2016 في متحف روبن الفني مع وارن ماك عالم الأعصاب في جامعة ديوك، وقال إن الزمن حقيقة مش وهم. وبيقول سمولن إن الوقت مهم جدا، وفكرتنا عن إن الدقيقة هي الوقت الراهن مش وقت. وبيقول إنه ما وصلش للمبدأ ده بسهولة لأنه كان بيعتقد زي بقية الفيزيائيين إن الزمن وهم. بالعودة للنظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين بنلاقي إن الزمن هو بعد رابع بيجي من أي ناحية، وطريقة إدراكنا للدقايق مش موجودة إلا في عقولنا. لكن بعد كده هو مش مقتنع إن الزمن حقيقة بس، لأ هو كمان مقتنع إن هو مفتاح لفهم قوانين الطبيعة، وبيقول إن القوانين لو مش مرتبطة بالزمن هيبقى صعب جدا إن إحنا نفسرها، لأن علشان نفهم القانون لازم يتطور ويتغير ويتبع الزمن. وبيعترف سمولن بالأرض الآراء اللي عرضته واللي سماها معضلة قانون نيتا، وبيقول لو القوانين الفيزيائية بتتبع الزمن إذن هي كده هتتطور وهنوصل لقانون جديد علشان ينظم التطور ده. لكن تفتكروا مش لازم القانون يبقى منفصل عن الزمن علشان نعرف ازاي القانون بيتطور مع مرور الزمن؟ ده بقى اللي احنا عاوزين نناقشه، وهي الافكار المعارضة. بيقول بيتر وايت، وده فيزيائي في جامعة كولومبيا، ان المشكلة بتكمن في مسألة القوانين اللي بتتغير مع الزمن. وبيخاطب العالم سمولن وبيقول له انت بنفسك بتشير للكتاب بتاعك اللي هو معضلة قانون ميتا. بيقول له انت في كتابك ده بتروح للتخمين علشان تحل المعضلة. بيقول له اني ملقتش في كتابك ده اجابة، ولا كمان انت حددت تطور القوانين ده بيبقى عامل ازاي، فده هيخليني اقول ان ده كمان ان كلامك كمان مجرد قوانين. وبيقول سمولن ان دي نقطة خلاف بس في حلول ممكنة، وقال وهو في متحف روبن الفني ان عنده اعتقاد بحل معضلة قانون نيتا، وكمان قال ان علم الاكوان في القرن 21 هيتجه لحل المعضلة دي. بس اللي عايز اقوله لكم ان لو الزمن وهم فده معناه ان المستقبل محسوم ومقرر زيه زي الماضي. وبيقول سمولن ان احنا لو افترضنا ان المستقبل مكتوب فده معناه ان كل حاجة مهمة في الكون بتاعنا البشري دي مجرد وهم زيها زي الزمن. لحد هنا خلصت حلقتنا، المصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم.